نال نصيبه من الحرب وما يزال في خطر يتلاشى أمامه شغف أبناء المدينة بكرة القدم. ملعب الشهداء في تعز طيلة 3 أعوام وهو يسير في مضمار الرياضة رغم العراقيل الكثيرة التي معها زادت أندية المدينة حماسة للعودة إلى متنفسهم الوحيد بعد التوقف الاضطراري للنشاط الرياضي بفعل فيروس كورونا. بعد استئناف إجازة العيد بعد مكافحة كورونا في محافظة تعز تم فتح الملعب خلال الأسبوع هذا الجاري، وإن شاء الله بتكون في هناك بطولات عديدة من تبع مكتب الشباب الرياضة واتحاد كرة القدم الممثلة بمكتب الشباب الرياضة الأستاذ أيمن المخلافي ومكتب أو اتحاد كرة القدم محافظة تعز الأستاذ محمد علي القدسي. ويعتبر ملعب الشهداء الملعب الوحيد والمنافس الشباب الرياضة في محافظة تعز. شهد الملعب خلال الفترة الماضية ترميما جزئيا أهله اليوم لاستيعاب 5 من أندية تعز التي تجري تمارينها استعدادا ل3 بطولات داخلية بالإضافة لمباراة كأس الفقيد مدرب المنتخب الوطني الكابتن سامي النعاش المقرر إقامتها بين فريقي الطليعة والأهلي مطلع الشهر الحالي بحسب اتحاد كرة القدم في المحافظة. تم عمل برنامج واضح للفئات العمرية للبرامج الناشئ والشباب كذلك الفريق الأول في الأندية الريفية وأندية المدينة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وإن شاء الله بإذن الله تدشن في بداية شهر يوليو لهذا العام بحسب طلب الأندية التأجيل بسبب تواجد امتحانات الثانوية العامة، وإن شاء الله يتم التدشين ولا يحصل لنا أي طارئ آخر. ما قبل كورونا شهد الملعب بطولات وفعاليات رياضية مختلفة ضمت رياضيي المدينة وجماهيرها وخففت من الأعباء التي فرضتها الحرب على القطاع الرياضي في تعز والبلاد بشكل عام. توقفت الأنشطة الرياضية عن تعز يعني الوقت كثير جدا والوقت كبير جدا، لكن الحمد لله تعز استعادت عافيتها بعودة ميدان الشهداء وبترميم ميدان الشهداء، وأصبح ميدان الشهداء هو الحاضنة لطاقات الشباب الرياضية وأصبح هو المتنفس الوحيد لهم لمدة الحرب والقصف والدمار اللي حصلت على تعز. لم يجد الشباب إلا ميدان الشهداء حتى في وقت دماره، ولكن الآن الحمد لله صار أفضل. يعد الملعب واحدا من أبرز الملاعب على الساحة اليمنية بالإضافة لكونه الملعب الوحيد في المدينة، إلا أنه اليوم بحاجة لاهتمام رسمي أكبر وتأهيل شامل لكافة مرافقه الخاصة بمختلف الألعاب. علي نجيب لبرنامج الملعب تعز.